التقدم الروسي شرقي أوكرانيا شكل حافزاً أكبراً لداعمي أوكرانيا من الديمقراطيين وحتى من جمهوريين لمطالبة رئيس مجلس النواب مايك جونسون بطرح قانون الأمن القومي الذي مرره مجلس الشيوخ للتصويت عليه. زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر طالب جونسون بطرح المشروع، مضيفاً بأن بوتين ينتظر معرفة ما إذا كانت الولايات المتحدة ستقدم دعماً حاسماً لأوكرانيا. وحذر شومر من عواقب وخيمة على الديمقراطية الغربية مع تأخر جونسون بالقيام بذلك، لكن جمهوريين في مجلسي النواب والشيوخ من حلفاء الرئيس السابق دونالد ترامب ما زالوا معترضين على المشروع بسبب عدم تضمنه بنودا تتعلق بأمن الحدود ونظام الهجرة، أو لأنهم لا يرون أن هناك نقطة نهاية واضحة للحرب. ويتعرض الجمهوريون المؤيدون لتقديم المساعدات لأوكرانيا للضغوط من ترامب وحلفائه، ما يضع جونسون أمام خيارين صعبين: إما طرح المشروع في مجلس النواب ومواجهة خطر الإطاحة به من قبل اليمينيين، أو السماح لمؤيدي دعم أوكرانيا في الحزب بفرض التصويت وتقويض سلطته.